النهارده على جرين انجينيرنج او الحلول الهندسيه الخضراء للمشاكل. احنا لما كنا بنتكلم على تلوث الهواء عايزين نقول ان هو بيعمل وبيعمل وبيعمل. طيب كويس قوي، احنا عندنا حلول ولا بنقول مشاكله بس؟ لا، احنا عندنا حلول وهنحل ان شاء الله تعالى وهنظبط الامور. هندي ازاي نحل هذا الكلام؟ طيب الجرين انجينيرنج طبعا دي حاجه مهمه قوي، انه الهندسة هي العلم اللي بدع، أو يعني مش عايز أقول كلمة خلق، ولكن هو ابتكر الحلول الكثيرة، النقل والمواصلات والكهرباء وغيره، كل ده كان engineering solutions. الآن الانجينيرز اللي عملوا المشكلة مطالبين بحلها علشان يبقى في عندنا شيء من التوازن. فإحنا الموضوع ما بدأش من فراغ، ومش صحينا من النوم الصبح لقينا نفسنا عندنا مشكلة. لا، احنا لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الكرة الارضية خلق فيها توازن غريب عجيب، مهما حاولنا نفهمه بنصل الى حاجات كتيرة قوي، لكن في مجهولات اكتر بكتير من اللي احنا نتخيلها. يعني التوازن البيئي اللي موجود في الكرة الارضية من عند ربنا سبحانه وتعالى عجيب وغريب، يعني شيء منظم للغاية، ولا نتصور مدى كلامه لمدى دقته ومدى فعاليته. الموضوع بدأ في الفكرة بتاعت الانفايرومنت، بدأت سنة 62 بكتاب اسمه سايلنت سبرينج بتاع راشيل كروسو، كاتبة ومؤلفة، قالت يا جماعة احنا كان في الفترة دي بقى نمو صناعات البلاستيك والعبوات الدوائية البلاستيكية وكمية البلاستيك الضخمة اللي ابتدت تنتشر في العالم. انا بقول ضخمة ومرعبة، وكل يوم الصبح نصحى نلاقي مصنع بتروكيماويات جاي عشان ينتج مواد البلاستيك وغيره. قالت هو احنا مفيش نهايه للكلام ده، الكلام اللي عمالين ينتجه ده، وننتج كميات بتروكيماويات بانواعها المختلفه ضخمه وملهاش نهايه، هنفضل نستمر كده لامتى؟ الى متى سنستمر؟ ده كان كتاب يمثل صرخه. بدا العالم ينتبه للموضوع، عمل سنه 1968 نادي روما، كلاب اوف روم، ده قعدت مجموعه من الدول كتيره قعدت تناقش الكلام اللي احنا بنقوله ده، وقالت ان احنا يعني امتى هنشوف حل لهذا الكلام. فنادي روما اجتمعت فيه مجموعه من الرؤساء وبداوا يناقشوا الموضوع ونحط رولز نبدا نعمل منها تحسين للانفايرمنت. بعد كده سنه 83 بورتلاند كوميشن، دي لجنه في انجلترا، اجتمعت وقالت هنحط كود اوف براكتس كده، وهنعمل جايد لاين للجماعه المهندسين يقولوا ان هم ما يجوا يعملوا مبنى يراعوا البيئه ازاي، اما يعملوا مشروع، انا اسف مش مبنى، مشروع يراعوا البيئه ازاي، ازاي يقدروا يعملوا مراعاه لهذا الموضوع. ده كان شكل التطور في الفترة دي. بعد كده حصل مؤتمر الأرض في ريو دي جانيرو في البرازيل. البرازيل سنة 92، وحضر مجموعة من الرؤساء كتيرة وابتدوا يناقشوا، حطوا 21 جايد لاين يعني محدد لخفض الانبعاثات وغيره. أنا بختصر بشدة لأن احنا يعني مهتمين بالحلول مش مهتمين بالتاريخ، بس بنقولها في الكونتنس بتاع ان هناك تاريخ، مش صحينا من نوم الصبح لقينا نفسنا بنتكلم على البيئه. بعد كده حاجه مهمه قوي، سنه 1997 حصل اجتماع طوكيو، ده حاجه مهمه قوي، علامه فارقه، انه قال ان احنا هنعمل ريدكشن للكربون، هنقلل نسب الكربون في الهواء، وكل دوله حطت تارجت انها تخفض كام في المية، وعملوا الانسنتيف او الكربون كريديت او الدعم للي بيخفض الانبعاثات، يعني الدوله اللي بتخفض الانبعاثات هنديها فلوس، هنصرف عليها فلوس. وده كان حاجه لطيفه قوي، انك انت تعمل حمايه للبيئه عن طريق تدي 10 مليون 20 مليون 30 مليون طبقا للخفض هيعملوا كام. وده كيوتو اجريمنت حاجه كانت مهمه قوي، انه خفض يعني ساعة انه يخفض الى التلوث اللي موجود في الهواء الجوي بشكل كتير. بعد كده عدينا على اليونايتد نيشن، ابتدت تتدخل في الموضوع بشكل كبير، وتعامل
اليو ان كوبنهاجن ده سنه 2009 مؤتمر الارض، وبدا بقى بعدها كل سنه يتكرر مؤتمر الارض ده، يجتمع رؤساء العالم بعد الجمعيه العامه للامم المتحده رافلي في شهر سبتمبر او اكتوبر في الحدود دي، ويبقى وراهم مؤتمر للارض يتناقشوا هنعمل ايه، هنعمل ايه عشان نحسن الكره الارضيه. اتكرر بقى سنه 10 و11 لحد ما وصلنا لاتفاقيه باريس اللي من 4 سنين، اللي قالوا هنصرف 100 مليار دولار عشان تحسين الانفايرمنت في العشر سنين الجايه، وامريكا تصرف كذا، كل دوله نصيبها كام من تحسين البيئه من الناحيه الماليه. يمكن انا هنط على سنه، السنه دي كان عندنا مؤتمر الارض او مؤتمر الارث او مؤتمر الانفايرمنت في جلاسكو في انجلترا سنه من 5 6 ايام، وحتى رئيس مصر حضره، وحضر بوريس جونسون رئيس وزراء انجلترا، وبايدن رئيس امريكا، وكل رؤساء العالم تقريبا. طبعا في حد بيعتزل وبتاع، لكن الفكره اني بجمع كل دول، وقعدوا اتكلموا على الانفايرمنت وضروره الالتزام باتفاقيه باريس اللي تحسن الاداء اللي كانت من 4 سنين، وتقليل الانبعاثات اللي بتتسرب للهواء الجوي. ده بالظبط اللي اتعمل في الفترة اللي فاتت. فعايز اقول ان الموضوع تحول، لانه سنويا بيحدث مؤتمر للارض او للانفايرمنت عشان نحسن الانفايرمنت، وبيؤدي الى قرارات واتفاقيات وحلول عائقية لهذا الكلام. نتج عنه انه قالوا انه احنا هنخلي يعني ممكن التلوث المناخي لو استمر يوصل الى ان اسكندريه تغرق، لو يمكن حضراتكم لو لحد متابع قالوا هتوصل لكده، وانه المياه بتاعه البحار هتغرق كثير من الايه من المناطق ومنها اسكندريه ومنها. يعني انا عايز اقول ده التاريخ بتاع الموضوع باختصار شديد للغايه، وهنا بدا التفكير في الجرين تكنولوجي. الجزء ده طبعا انا عايز اقول ان كل الاديان السماويه بتحثنا على ان احنا نحافظ على الارض وما نلوثهاش، ونحاول ان احنا نحفظ الطبيعه زي ما هي. احنا عندنا الانبعاثات اللي موجوده في العالم، تجد ان مصر الكونتريبيوشن بتاعها قليل قوي مش كتير، ولكن طبعا الدول الاخرى او الدول الصناعيه الكبرى امريكا الصين رشا المانيا، الدول الصناعيه الكبرى بتطلع كميه انبعاثات اكتر بكتير من اللي مصر بتطلعها. ده الكونتنت بتاعتنا اللي احنا عايزين نعملها. احنا لينا في الماضي تاريخ انه الانسان ما كانش بيرمي ولا حاجة، كان كل حاجة بيستفيد بيها، فكان لما بيذبح حاجة عشان يأكلها الجلد بيعمل بيه حاجة، والدم اللي نازل بيحطه تحت شجرة يديله سماد عضوي، شجرة بتترمي، كله كان بيستخدم. والجماعة اللي بنوا من زمان كانوا بياخدوا بالهم من الانفايرومنت وبيرموش حاجة، ده كان الكونسبت اللي موجود زمان، وده بيقول لي هذا الكلام. طيب احنا عايزين نقول 4 جرين تكنولوجي تؤثر بتأثير مباشر على الانبعاثات وتحسن الوضع بشكل جيد، يعني تحسن الوضع بشكل جيد وتخلينا نرتاح كتير وتحسن الاداء. الجرين تكنولوجي اللي احنا بنتكلم عليها ايه؟ هما 4 ايتمز. احنا هنتكلم على 4 تكنولوجيات مهمة قوي تقدر تحسن لنا الانفايرومنت بشكل كبير، وبالتالي ده اللي احنا هنعمله. طيب الاربع جزيئات او الاربع عناصر دول ايه؟ السولار ووتر هيتينج سيستم، استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه، وده ابليكيشن حلو قوي وظريف ورخيص ريلاتيف لاستهلاكات الكهرباء بتاعتنا. فتوليد الكهرباء من الشمس، متأسف، توليد تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية. 2 البايوماس، وهي استخدام المخلفات لإنتاج سماد عضوي أو حرقها بشكل منظم وتوليد كهرباء بالمخلفات. لأن احنا لما بتكلم على المخلفات بتكلم على مصر مثلا عندها 30 مليون طن مخلفات زراعيه في السنه رفلي، ده غير المخلفات الايه الدوميستيك اللي هي بتاعتنا. فانت بتتكلم على عده ملايين من الاطنان، وبتكلم على مصر، وتحولت في كثير من دول العالم الى صناعه وبتكسب كتير.
الحاجه الثالثه اللي هنتكلم عليها في التكنولوجي بتاعه الجرين تكنولوجي، هنتكلم على الويند توربين او استخدام طاقه الرياح في توليد الكهرباء. انا في طاقه الرياح الويند توربين. والحاجه الرابعه الفوتوفولتيكس او الفوتوفولتيكس الفوتوفولتيكس اللي احنا بنولد كهرباء من الطاقه الشمسيه بالفوتون سيل وبنستخدمها في شيء كبير. واحنا عندنا في مصر محطه عملاقه في جنوب اسوان اسمها بنبان، دي بتولد كميه كبيره قوي من الطاقه وبتتحول الى طاقه تستخدم في البيوت وفي يعني بتوصل على الشبكه القوميه، والشبكه القوميه تدي عليها كل حاجه. دول اربع تكنولوجيات الرئيسيه اللي احنا هنتكلم عليهم في اطار الجرين تكنولوجي. طيب دول الاربع تكنولوجيات اللي احنا هنتكلم عليهم لتخفيض الانبعاثات. طيب هنبدا باول واحده اللي هي استخدام الطاقه الشمسيه في تسخين المياه. خريطه الشمس على الكره الارضيه، لو حضراتكم بصيتوا معايا على السلايد دي هجد ان احنا الجزء الجنوبي في مصر ده اللي هو اللون الاحمر الغامق ده بيدي 6 كيلو وات لكل متر مربع، وبعض المناطق اكتر كمان، الباقي بيدي بس بيدي ده. ده اعلى حاجه. لما اشوف برضو استراليا فيها الجزء الشمالي بهذا الشكل، جنوب افريقيا فيها الجزء ده، جنوب امريكا او امريكا اللاتينيه فيها بعض الاجزاء، طبعا الاجزاء اللي عند القطب الشمالي هنجد انها مفيش تقريبا ليها حاجه لان الشمس ما بتطلعش كتير هناك والجو بارد ما بتقدرش ترفع حراره. يعني عايز اقول مصر تقع في الجزء اللي بيفيد قوي من الطاقه الشمسيه. طيب الووتر هيتنج سيستم ده فيري سمبل تكنيك. ازاي؟ باجي على الكوليكتور او البانل اللي هي ده، بحط البايب لاين بتاعتي، البايب لاين الشمس بتنزل عليها، الشمس تنزل عليها تسخنها، لما تتسخن البانل دي وتتسخن الميه اللي جوه البانل تدخل في تانك. التانك ده الفرق الوحيد بينه وبين التانك اي تانك احنا عارفينه انه معزول من بره، يعني بيخليش الحراره تفقد. واخزن الميه بتاعتي اعمله 200 300 لتر، اخزن ميه سخنه وبعدين اطلع الميه السخنه دي الى المكان البيت بتاعي اللي انا عايز استخدم فيه المياه. طبعا في مدخل المياه البارده تعدي وتطلع على الكوليكتور ثم تنزل على التانك تتخزن وبعدين تطلع على البيت بتاعك ومفيش مشكله. دي فيري شيب تكنولوجي، حاجه رخيصه ما هياش غاليه وحاجه ممكنه وان احنا بنعملها بسهوله من غير اي نوع من المشاكل وبتتكلفش كتير. وبنقدر نستفيد من الطاقة اللي سخنت بيها المية، استخدم المية زي ما انا عايز وبالتالي اقدر استفيد منها بشكل كبير. الطريقة دي فيري سيمبل زي ما انتم شايفين، ومجرد ان انا بجمع طاقة الشمس في تسخين المياه. طيب الووتر هيتنج سيستم ده اتطبق في مصر في مناطق كتيرة قوي، والان تقدر حضرتك تشتري جزء من هذا الكلام ويعني بحوالي 18,000 جنيه تجيب سخان طاقة شمسية بسيط وتقدر تستخدم الحاجات اللي احنا بنحتاج فيها المية السخنة اللي عايز ياخد دش وغيره بسهولة من غير مشاكل. طيب الو يا دكتور تمام، انتوا سامعيني ولا لا؟ لا لا سامعين حضرتك. اوكي اتطبق في حوالي 25,000 بيت في المنيا، مشروع تبع الامم المتحده، ونلاحظ هنا ان ادي الكوليكتور اللي بقول عليه وادي الخزان التانك، مجرد حطيت عازل حواليه عشان تبقى طريقه رخيصه للغايه، اسيب الميه السخنه ما تبردش يعني وتنزل للبيت تحت وانتهينا، ووفرت في استهلاك الكهرباء بشكل كبير. وده از فيري لو، يعني مفيش صرف فلوس كتيره لهذا الكلام. بيحقق فلوس بيجيب ثمنه في 12 سنه لاستهلاك الاسره المتوسطه من 8 ل 12. هو ليه مفيش رقم ثابت؟ الكهرباء بكام؟ السنه اللي فاتت بسعر والسنه دي بسعر وبكره تبقى بسعر، فبنتكلم على رفلي من 8 ل 12 سنه
هيغطي ثمنه. وطبعا احنا لما بنتكلم على مصر كلها فانت بتتكلم على حجم استهلاك كهرباء لتسخين المياه كبير. هي مش مصر بس، كل المناطق اللي كنت شايفينها في الخريطه عندنا. بالتالي وفرت في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي كانت هتتولد في محطات الكهرباء نتيجه حرق الايه؟ المواد الاحفوريه او الفوسفول فيول المختلفه. طيب بعض الدول في العالم بقت تستخدم التكنولوجيا دي بشكل مختلف شويه، يعمل شكل معماري زي مواسير حوالين المبنى والشمس تضرب فيها طول الوقت تسخنها يجمعها. لكن طبعا في الدول اللي زي انجلترا والدول البارده ده موضوع مش اقتصادي قوي، بيجيب ثمنه في 25 و30 سنه، ففرق كبير يعني البي باك بتاعه طويل عكس الدول اللي زينا اللي عندنا الشمس كتيره. ممكن تحط داتا كوليكتور او اسمه ايه ده ووتر كوليكشن بهذا الشكل على كل السطح في وقت تسخن ميه اكتر وتجمعها، عشان لو عندي كليه وطلبه وغيره فعايز ميه سخنه فاقدر استخدم التكنيك ده. ده كله بيوفر في الكونسامشن بتاع الالكتريستي بشكل كبير. بيتوقع انه يخفض الطريقه دي حوالي 5% من قيمه استهلاك الكهرباء لو انا سخنت الميه. بتكلم على ايتم واحد بستخدم فيه كهرباء اللي هو تسخين المياه فقط، ده 5% لما اتكلم على العالم، انا بتكلم على ارقام كبيره. تاني حاجه قلناها البايوماس، استخدام البايوماس فيول علشان اعمل هيتنج واعمل الكتريستي جنريشن. احنا بيبقى عندنا اخشاب وريزيديوال وتشانك وغيره، مخلفات زراعيه، حطب القطن والذره وكميه مخلفات مرعبه عندنا. لما اجمعها واطحنها واقطعها واخليها بالشكل سيمبل زي ده، وبعدين احللها اشوف اللي ناقصني ايه عشان تبقى غذاء جيد الى الاشجار، اعملها بسماد عضوي، ناقص ايه فيها؟ يعني ناقص فيها بوتاسيوم، ناقص فيها مغنيسيوم، ناقص فيها كذا، احطه اضيفه واعملها بذره صغيره زي اللي الولد ماسكها في ايده ده، واروح حاططها تحت الشجره والميه تيجي تدوبها تقوم تفيد النبات في نموه بدل ما استخدم الاسمده الكيماويه اللي بتعمل لنا مشاكل في البيئه يعني. او ان انا اولد اعمل بلد زي ده شايفين الصغيره دي وادخلها على افران تحرقها واقدر اولد طاقه كهربائيه منها. الطاقه الكهربائيه دي بحط الفلاتر بتاعتي والوسائل بتاعت الخفض الانبعاثات عاليه تقللها جدا، واحنا بنولد حوالي 7.5 ميجا وات من الكهرباء ب 220 طن من قش الرز في اليوم. في اليوم 220 طن قش رز، ده رقم مش كبير، حقل صغير يقدر يجيبه، اطلع منه 7.5 ميجا وات كهرباء او استفيد بيها. وجنوب شرق اسيا من المناطق الكثيره اللي في العالم بتستخدم هذا الاسلوب لتوليد الكهرباء عشان عنده رز كتير قوي وعنده قش رز ايه كتير للغايه وحجم مرعب من هذا الكلام، فبيستفيد منه بهذا الشكل. وبالتالي بيقدر يولد كهرباء وبيقدر يولد حجم ضخم، وفي ابحاث في العالم كتيرة على هذا الموضوع ومتقدمه وماشي حالها يعني التنتيجة اقتصاديه وكويسه قوي يعني. الويند تيرباين بقى، الرياح، استخدام الطاقه الكهربائيه في الرياح. انجلترا من الدول اللي فيها رياح كتيره قوي، جنوب متاسف شمال انجلترا منطقه اسكتلندا الرياح فيها حوالي 11 متر في الثانيه، 11 12 شهر في السنه يعني طول الوقت. وبالتالي توليد الطاقه الكهربائيه من الرياح مغري جدا في انجلترا ومن الدول الرائده في هذا المجال. طبعا ممكن نحط الويند توربين اللي هي توربينه الرياح اللي هي بتولد الكهرباء من الرياح، وهي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده احطها على البحر، فبالتالي اخد رياح اسرع واكتر، وبتنفع قوي في الكوستال اريا والاراضي العاليه الهاي جراوند والاوبن والمساحات المفتوحه، علشان ده بيؤدي لوجود رياح شبه ثابته في اتجاه واحد تقدر تولد بيها كهرباء بشكل جيد. فمن الحاجات الكويسه قوي ان احنا بنولد كهرباء من طاقه الرياح.
الرياح الويند تربين ثلاث انواع، يا لارج ويند تربين يعني توربينات كبيره 1 ميجا وغيره يعني بتولد التوربينه الواحده 1 ميجا، وميديوم سايز بتولد 100 200 كيلو وات 300 كيلو وات، وسمول سايز بقى دي الصغيره قوي الابلكيشن بتاعتها محدوده. المحطات الكبيره الويند تربين الكبيره الضخمه اللي 1 ميجا وانت عالي تقدر تجيب في ثمنها في 5 سنين الى 10 سنين، يعني تعمل باي باك من 5 الى 10 سنين، والميديوم سايز بتجيب ثمنها من 10 ل 15 سنه طبقا للرياح وطبقا للظروف اللي موجوده فيها البيئه المحيطه فيها، الصغيره بتجيب ثمنها من 15 ل 20 سنه. احنا في مصر عندنا ايه؟ عندنا الريد سي، المنطقه بتاعت البحر الاحمر اللي هي من اول بعد العين السخنه سفاء والحاد سفاجه، كل الكوستال اريا دي فيها رياح كتيره حوالي 9 متر في الثانيه، 7 8 اشهر 9 اشهر كمان في السنه، انا بتكلم على بعض المناطق يعني. فده رقم كويس يغري بتوليد الكهرباء من الرياح، واحنا بننتج كهرباء من الرياح في مصر وعندنا مزارع ويند تربين كتيره قوي في العين السخنة يعني جنوبا لحد سفاجة، عندي الغردقة كمان، وعندنا من الغردقة برضو من مناطق كويسة يعني كل المنطقة دي وخليج السويس، دي مناطق الرياح فيها عالية، بتكلم على 9 متر بير سكن وتسعة اشهر في السنة، فمصدر جيد لتوليد الكهرباء من الرياح. طيب ده يمكن الجزء بتاع الرياح الويند تربين. لو بصيت على الكيرف، ان انا لو سرعه الرياح 1 متر و2 متر و3 متر ده و4 متر كمان مش هيولد اي كهرباء، ابدا اطلع كهرباء من 8 او من 7 متر بير سكند، يبدا الكيرف ده يبان عندي لحد ما اوصل ل1 ميجا واكتر كمان، 1 ميجا كيلو وات رقم كويس قوي انتجه من طاقه الرياح. احنا قبل ال 4 متر بالسكند ما بنشغلش التوربينه بنوقفها، ولما تعدي 20 25 متر بالسكند بوقفها علشان دي جاست ويند ممكن تكسر الريش والتوربينه بتاعه المروحه وبتاعه التوربينه، فانا عندي رينج بشتغل عليه من فوق ال 4 وتحت ال 20، ده الرينج اللي احنا بنستخدمه في توليد الكهرباء من الويند تربين. عندنا بقى السمول ويند تربين دي يعني ابلكيشن بتاعتها كتيره قوي، لو واحد عنده موبايل هوم حته منطقه نائيه يقدر يشغل ويند تربينه صغيره تشحن له موبايل تولع له لمبتين، حاجات صغيره قوي ومستخدمه بشكل كتير، طبعا ملهاش فيجوال امباكت سيء لان التربينه كبيره والكبر بتاعها ده بيدي تاثير بصري مش حلو، كمان الويند تربين لو طيور مهاجره بتعدي من عليها فممكن التربينات وهي بتلف تموت الطيور المهاجره تعمل لها قتل، ولو واقفه ممكن الطيور المهاجره تحط البيض بتاعها عليها وبالتالي بيبقى تدمر الحياه البريه. دول العيبين اللي في الويند تربين اللي ليهم حلول، ليهم حلول وبتتم فعلا الحلول دي عشان نبعد الطيور المهاجره عن هذه المناطق يعني. التوربينات الصغيره كمان النويز اللي طالع منها صغيره قوي ملهاش تاثير سيء، بينما التوربينات الكبيره لها ضوضاء عاليه تؤثر على، مش ضوضاء عاليه، لها ضوضاء منخفضه بس يعني بلو فريكوانسي بتمشي مسافات كبيره وبتؤثر على الالكتروماجنتيك فيلد بتاعت التلفزيون والاذاعه وبتخلي السيجنال تكون سيئه. ده الجزء بتاع الويند تربين. اخر حاجه هنتكلم عليها الفوتوفولتيكس او الفوتوكيمتريك بانلز، وهي عباره عن البانلز اللي انتم بتشوفوها كل يوم في الطرق السريعه وفي بعض الاماكن بتولد كهرباء من الشمس، الكترو بيزو الكتريك ماتيريال بتبقى موجوده، الشمس تيجي عليها تولد تيار كهربي، التيار الكهربي ده ناخده نولع بيه لمبه او نولع بيه حاجه، وممكن نعمل مزرعه كبيره من فوتوفولتيكس زي مشروع اللي في جنوب اسوان بنان، بحط مساحات واسعه من البانلز دي تولد كهرباء اجمعها واروح
اعمل لها ضخ على الشبكه واقدر ان انا ابتدي استخدمها. القصه بتاعت البي باك بتاعها كل قد ايه؟ هو يتوقف سعر الكهرباء عندك كام؟ فالمتوقع انها تجيب فلوسها من 12 ل 50 سنه، 50 سنه دي في الدول اللي ما فيهاش شمس يعني. في دول زينا تجيب ثمنها في 10 12 سنه اسعار الكهرباء الحاليه، وزي ما قلت ده بيتغير. هو الكهرباء بتاعتي بتتكلف كام؟ هترجع لي فلوسي قد ايه؟ وممكن استخدام الصحاري الموجوده في مصر في محطات عملاقه من الفوتوفولتيكس علشان نولد كهرباء من الشمس ونقدر نصدرها ونبيعها لاي دول في العالم يجيب لنا فلوس. البانلز دي بتبقى موجوده وبتتصنع من السيليكون، والراف تايم بتاعها 25 الى 30 سنه، يعني تعيش في الفتره ده هي من غير مشاكل، وده رقم كويس. واحنا كمان بنقدر نستخدمها في شكل واسع. احد العيوب بتاعت الموضوع ده انه الاتربه اللي بتيجي على وش البانلز وتؤثر على كميه الطاقه المولده، يعني بيجي عليها تراب يروح مغطي البانل فيقلل من كفاءتها. والعلاج ان انا انضف التراب ده، ما بقاش مشكله خالص. وفي اوتوماتيك سيستم تقدر تغسله وتنضفه وترمي الاتربه وننتهي من المشكله. ونقدر ايضا وسائل كثيره قوي للتنظيف، اذا ما كانش اوتوماتيك سيستم يبقى حاجه مانيوال، عيبها انها بتاخد وقت. وبعدين ده مش محتاج ان اعمله كل يوم، لا ده ما بيقلش عن 4 ل 6 شهور علشان اقدر انظف هذا الكلام. وبالتالي ده مصدر رائع، مصدر ممتاز، ويمكن يكون الفيوتشر بتاع الكهرباء هيجي دولتها هيكون من هذه السولار بانل سيستم اللي تقدر تضيف لنا جزء كبير من التقدم في هذا المجال. طيب العالم بيبقى فيه بعض المشاريع اللي قاعده بيدرسوها، منها ديفنشاير بيلدينج، ده مبنى في انجلترا حطوا فوقيه سولار بانل هيرجع فلوسه في 20 25 سنه، عشان الشمس هناك قليله. وطبعا عندهم ميزه ان لما حط المبنى ده وفر في السنه 20 طن من الكربون. ده البوزيتيف، ده الحاجه الكويسه اللي في الموضوع، وفرنا 20 طن من ثاني اكسيد الكربون اللي كان بيطلع في الهواء. اما اتكلم على مساحات واسعه بالكيلومترات من السولار بانل سيستم زي اللي موجود عندنا في اسوان في مصر هنا، واحنا حتى بقى دلوقتي بقينا بنشوف كتير بالشوارع كل الاضاءه بتاعتها وكل الاعمده بالسولار سيستم. من احد الحاجات اللي مشكله في السولار سيستم ان انا الكهرباء المنتجه لو هحطها اخزنها في بطاريه ثم اعيد استخدامها، البطاريات دي عمرها افتراضي مش كبير، وبالتالي كل 3 4 سنين عايز اغيرها، وبالتالي التكاليف بتكون عاليه. لكن لما استخدمها دايركت على فتره النهار ده بيكون ما فيش عندي وسيله تخزين الغاليه المكلفه، فبالتالي بتكون اقتصاديه اكتر. ده اللي كنت عايز اقوله عن الجرين تكنولوجي اللي انا اتكلم ده. الحقيقه احنا ما قلناش كل الجرين انجينيرنج اللي تستخدم، احنا قلنا 4 فقط. هو في تاني؟ في تاني وكتير. زي ايه؟ زي الثيرمال باور اللي في الكره الارضيه اللي هي تحت الارض. زي ايه كمان؟ التايدل ويف، امواج المد والجزر، انا ممكن استفيد منها، وغيرها. مجال الطاقه الجديده والمتجدده اللي هي لا تنتهي ولا تنضج ولا تنتج اثار جانبيه كثيره من المدار تؤثر على البشر وعلى الانفايرمنت كتيره وواسعه، وبتبتدي دلوقتي يبقى ليها تاثير جيد وكبير على هذا الكلام، وبتبدا انها نشوف لها تاثير كتير قوي في حياتنا. العالم بيتجه لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والجديدة، حيث أن ما بينتجش عنها انتشار ثاني أكسيد الكربون في الهواء، بتقلل الجرين هاوس افكت، بتزود
بشكل كبير قوي اقلال الانبعاثات في الكره الارضيه، وبتاثر بشكل بوزيتيف علينا كثيرا. وده الامل اللي في العالم بيتجه له علشان يقلل من الغازات اللي بتنتشر في الهواء. ده اللي انا كنت عايز اقوله، وديت الاربع امثله دول، ولكن مره اخيره المجال مفتوح لابحاث بتجرى في العالم كثيره لتحسين الهواء واقلال انبعاثات الكربونيه في الهواء الجوي، والاقلال من الاعتماد على الوقود الاحفوري الفوسفور فول عشان نقلل من الغازات، وبالتالي نحسن من الجرين هاوس افكت، وبالتالي ارتفاع درجه حراره الكره الارضيه بعد ما نتوقع لو استمرينا بالشكل اللي احنا فيه النهارده هيكون 4-5 درجات. احنا بنتمنى نوصل لدرجه ونص فقط، مش 4-5. الخطط اللي بتسعى ليها العالم ان ارتفاع الكره الارضيه لحد سنه 2100، يعني بعد 80 سنه من النهارده، ما يزيدش عن 1.5 درجه، وده رقم محتمل عن الكارثه بتاعه 4-5 درجات. وانا قلت الكارثه متعمد عشان اقول انها فعلا كارثه. عشان نحاول نحقق الكلام ده، اللي احنا قلناه ده مجرد فكره بسيطه يترجم الى فلوس. انا بتكلم على مليارات، مئات المليارات من الدولارات عشان احسن الانفايرمنت في العالم. وبالتالي الاجتماعات الدوليه اللي بتتم هدفها توزيع الانصبه، يعني امريكا يا ست استراتيجيك 200-300 مليار في العشر سنين اللي جايه ولا 20 سنه عشان تحسني الانفايرمنت. انا عايز اقول الدول الصناعيه الكبرى، الدول اللي بتحرق كتير قوي من ثاني اكسيد الكربون وبتطلعه في الهواء الجوي، مطالبه بانها تخفض هذه الانبعاثات وتقللها. وبالتالي ده الهدف من هذه الاجتماعات شبه السنويه اللي بتحصل الان ومن ان لاخر، ودي القضيه المهمه. اي حاجه انا قلتها، لو شفت سيناريوهات بريدكشن للمدن اللي هتغرق وكميه الميه اللي هتبقى موجوده، حاجه مرعبه ان شاء الله ما تحصلش، بس يلتف العالم عليها. والتارجت اقلال انبعاثات الغازات واقلال ثاني اكسيد الكربون واول اكسيد الكربون والنوكس والسوكس، الغازات اللي مضره للبيئه جدا، وتحسين الانفايرمنت. ده اللي كنت عايز اقوله على الجرين هاوس افكت، على جرين انجينيرنج. اوكي؟ سامعني يا باشمهندسين؟ اه يا دكتور، سامعين حضرتك. تمام. انا نزلت شيت 1. نزلت شيت 1. حد فيكم شافه؟ نزلته على التيمز هنا. حد شافه؟ اه شفته يا دكتور. طيب لو حد عايز يسالني في حاجه يتفضل. اديكم 10 دقائق وبعدين نكمل. في العشر دقائق يبصوا عليه، لو حد عايز يسألني نكمل، لأنه هيتسلم يوم الخميس الجاي. ففرصة لو في حد عنده سؤال يتفضل يسألني. أديكوا 10 دقائق ريست وبعدين أرجع تاني، اللي عنده سؤال أجاوب عليه. وده هيتسلم يوم الخميس القادم زي النهاردة، هتحطه على التيمز. ترفعه على التيمز بعد ما تجاوبه PDF، وهناخده ونحط عليه درجات. كمان احنا هيبقى عندنا ميد تيرم، الميد تيرم الاسبوع اللي بعده، فاستعدوا ليه. يوم الخميس الجاي هشرح حاجه بسيطه وهتيح اي سؤال عشان تجهيز للميد تيرم. معايا يا باشمهندسين دلوقتي 10 دقائق وارجع تاني نكمل في اي حد عنده سؤال في الشيت. اوكي؟ ماشي يا باشمهندسين؟ اوكي دكتور. تمام يا دكتور، اتفضلوا. بعد 10 دقايق نتقابل.
مساء الخير يا باشمهندسين، ايه الاخبار؟ انتوا معايا؟ انا معاك يا دكتور، معاك. طيب ايه القصه؟ في عندكم اسئله؟ ممكن نمبر 3 يا دكتور. انت بقى سالتيني انا لازم اجيب الايه. حاضر، انا بس هضطر افتح دقيقتين بس افتح الشيت، لاني ما تتوقعيش ان انا حافظ اسئله فيها ايه يعني. انا ممكن افتح شير سكرين من عندي لو حضرتك. لا افتحها يا ستي من عندي انا، افتحها من عندي انا ولا تضايقي نفسك. حالا هفتحها وعشان نتكلم براحتنا. طلع الشيت على ايدكم دلوقتي؟ موجود. باين؟ باين. تمام، السؤال اربعه اهم سؤال. انت بتتكلمي على سؤال ايه؟ يعني ثلاثه. Give example of mitigation measure used for power plant project to minimize effect of noise on staff working in a control room. حاضر يا ستي، بصي يا ستي، احنا لو عندنا باور ستيشن، لو بتكلم على محطة العاصمة الإدارية الجديدة أو البرولوس أو بني سويف أو غيرها، محطة الكهرباء دي فيها إيه؟ فيها جنريتور وبيرنر وتسخين مية ودورة عشان أولد كهرباء. عظيم. كل اللي عمال أقوله ده بيطلع، ودرافت فانز وشيلرز وكل ده بيطلع صوت. طيب أنا عايز أحط كنترول روم في المكان اللي أوصل وأبقى عارف كل حاجة. طيب الكنترول روم دي لازم الناس تشتغل فيها في جو صحي، اللي هو ايه؟ اللي هو ضوضاء ما تزيدش عن 40 50. طيب انا عندي بره 90، فانا عايز اعمل كنترول روم يبقى الصوت اللي داخل جوه بدلا من 90 يبقى جواها 50 بس جوه البلانت. اعمل ايه يا باشمهندس؟ اعمل حيطان. اعمل حيطان عازله للصوت. يعني ايه؟ يعني احط حيطه يكون بره 90 تدخل لي جوه 40 بس. يعني اعمل ايه؟ في لفظ بنسميه اس تي سي، انا هكتبه لكم هنا علشان نشوفه اهو. اس تي سي، اس تي سي ده عباره عن ساوند ترانسميشن كلاس. ساوند ترانسميشن كلاس، يعني ايه ساوند ترانسميشن كلاس؟ يعني مستوى خفض الصوت اللي بيعمله هذا الكلام. الساوند ترانسميشن كلاس ده لو هو مثلا، ده لو فرضنا مؤقتا 60 ديسيبل دي بي ايه، ده معناه ايه؟ يعني انا دلوقتي خلينا سيبكم اللي انا كتبته، خلينا نقول ايه ببساطه شديده. لو انا قاعد في اوضه وانا بكلمكم في الاوضه، الحيطه اللي جنبي لو الاس تي سي بتاعها 60، يعني مستوى خفض الصوت 60، يعني ايه؟ يعني انا وزعق واطلع صوت 90 عشان ابسط الموضوع، بره الحيطه الناحيه الثانيه من الحيطه هتكون 30 بس. يبقى ال 60 دي مقدار الخفض اللي عملته الحيطه في الصوت لحد ما وصل الناحيه الكام؟ الثانيه. معايا يا باشمهندسه؟ هيا بنتي معايا؟ مع حضرتك المايك بس كان تمام. ماشي ماشي، انا عايز اطمن انك سامعاني. لا سامع حضرتك. طيب يا فندم، يبقى الاس تي سي ده عباره عن مقدار خفض الصوت اللي بتعمله. فاحنا لما نعمل كنترول روم، انا هعمل اس تي سي للحيطان ما تقلش عن 60، الحيطان والازاز كمان علشان الصوت اللي يدخل جوه يكون قليل، اعرف اقول للي جنبي وانا قاعد لا ده الفرن ده طلع فيه كذا، ده الجنريتور ده وقف، ده مش عارف ده فيه حصل ايه، يسمعني كويس، يسمعني جيدا. ده اجابه هذا السؤال. اوكي اوكي شكرا. مين عايز سؤال؟ عفوا يا بنتي، مين عايز سؤال تاني؟ هو بس معلش، هو احنا ممكن نسلمه وورد ولا لازم يبقى ريتن؟ معلش بتقولي ايه؟ الاساينمنت ممكن نحله على الوورد ولا لازم نعمله ريتن؟ نحله على الورد يعني ايه؟ يعني نكتبه على اللابتوب ولا نكتبه بايدينا؟ طبعا على اي لابتوب، بس انا بحذركم من حاجه، ان واحد ينقل من الثاني، بحذركم منها بشده. تمام. كل واحد يكتب اللي هو عايزه، واكتبه باي لغه
بايدك بكمبيوتر طبعا افضل الكمبيوتر عشان اعرف اقراه عشان انتوا خطكم حلو قوي وما بيتقريش يعني افضل انكم تكتبوه فعلا على وورد يعني. شكرا. ما عندناش مشكله بس اهم منها الاسم رباعي والاي دي وكل تفصيلاتك انت وما تستغربوش من الحاجه البسيطه اللي بقولها دي لانه لما يجيني 2 3 اساينمنت مش مكتوب عليهم اسامي هعمل ايه؟ بديهم صفر هعمل ايه طيب؟ انا مش عارف عندكم حل تقولوا لي اعملوه؟ فلو سمحت تاكد انك كاتب اسمك جيدا على كل حاجه اوكي؟ طيب اسئله ثانيه يا باشمهندسين دكتور مش فاهم السؤال رقم 7 عايز ايه بالظبط؟ حاضر يا سيدي سؤال رقم 7 سؤال رقم 7 يا باشمهندس هو القانون بتاع البيئة المصري اللي هو بيقول افكرك بيه احنا شرحناه بس انا هفكرك بيه حاضر يا اما كنتش حاضر المحاضرة لكن هنقوله لك مفيش مشكلة حالا يا باشمهندس القانون ده بيقول ان احنا بنقسم النوع الضوضاء في القانون ازاي اقول لك دلوقتي حالا افكرك بيه بيقول ايه يا باشمهندس قانون 9 رقم 9 نطلعها لكم برضو علشان ما ننساش فين اقفل ده وافتح قانون 9 سنة 2009 جدول 3 ملحق 7 بيقول ايه ده قانون المصري بيقول ايه يا باشمهندس بيقول ما يلي بيقول ان انا بقسم المناطق الاريا كلها بتاعت الجمهورية الى منطقة حساسة للضوضاء دي الليميت بتاعتها بالنهار الصوت اما اعمل اي مشروع الصوت ما يأثرش عليها اكتر من 50 بالنهار و40 بالليل منطقة سوبر منطقة يعني ضاحية عليها حركة قليلة يبقى ديا الضوضاء اللي عليها 45 بالنهار و 55 بالنهار و 45 بالليل منطقه في وسط منطقه تجاريه زي مدينه نصر مثلا 60 بالنهار و 50 بالليل منطقه سكنيه والطرق اللي حواليها اكتر من 12 متر عرض الشارع اكتر من 12 متر تكون الضوضاء 65 و55 يعني 65 بالنهار و55 بالليل. منطقة سكنية العرض بتاعها لا أنا آسف ال 65 وال 55 عرض الشارع أقل من 12 متر. أكتر من 12 متر 60 و70. منطقة صناعية 70 و70 بمعنى آخر أنت لما تعمل أي مشروع ما تزودش مستوى الضوضاء على المستوى الموجود هنا. توصف الأريا اللي أنت فيها إيه الأول؟ لا أنا في منطقة صناعية. يبقى مشروعي ما يطلعش على سور المنطقه الصناعيه اكتر من 70 لو طلع 75 غير مطابق ويتقفل واعمل علاج لحد ما اوصل ل 70 فقط وهكذا فهمت يا بنتي بنقول ايه؟ يا باشمهندسين حضرتك تمام يا دكتور مين عايز يسالني تاني؟ بقيت الأسئلة كلها بسيطة وموجودة عندكم في النص. طيب التقديم بتاع البروجكت الشيت 1 الساعة 12 يوم الخميس الجاي يتحط كله على السيستم اللي هو هنحطه على التيمز على اللي احنا بنشتغل عليه ده. أعمل لكم فولدر دلوقتي وانتوا معايا عشان ما انساش أعمل لكم فولدر هنقول عليه ايه نيو
فولدر اسمه شيت 1 اهو عملته فعلا. شيت 1 ده حضرتك اما تعمل الشيت تجاوبه افتح وروح اعمل له ابلود على شيت 1. انا قبل المحاضره هنزل كل الشيتات ومش هاخد شيتات بعدها، فلو سمحت قدم في الميعاد اللي احنا قلنا عليه اللي هو الساعه 12 يوم الخميس اللي زي النهارده. وانا يا باشمهندسين تمام يا دكتور. تمام، احنا عندنا عدد حضور حوالي 70 واحد من اساميكم 90، يبقى في 21 واحد غايبين. قولوا لهم مش حلو الغياب ده، مش اكتر من كده. مين عايز يسالني في حاجه؟ انا عايز اسال في حاجه يا دكتور في المحاضره. اتفضل. هو كان في المؤتمر كانوا بيقولوا ان هو المفروض مع 2050 يبقى كل الوقود الاحفوري يبقى انتهى ويبقى كل لا تقام، وده الريت اللي احنا يعني العالم ماشي بيه كده، هل فعلا 2050 هيحققوا حاجه زي كده ولا صعب؟ انت بتسالني سؤال في منتهى الصعوبه بس هجاوبك عليه. العالم انا يعني هضطر اتكلم شويه هقول لك. طب هو عمال يركز عليكي ولا يضايقك؟ احنا مالنا؟ طب مش عايز تيجي معايا انت؟ يا باشمهندس سؤالك مهم. الانسه اللي بتقول احنا مالنا، لا احنا مالنا ونص. بص يا حبيبي حضرتك، احنا كان من 4 سنين حصل اتفاقية باريس للمناخ اللي حددت ارقام تصرفها كل دولة. راح جاي دونالد ترامب رئيس امريكا راح اعلن انسحابه من الاتفاقية. الاتفاقية دي كانت بتلزمه بانه يصرف 10 مليار دولار كل سنة عشان تحسين الانفايرمنت. لما انسحب منها فضل 3 سنين ما عملش حاجة. جه رئيس امريكا جو بايدن رجع للاتفاقية وبقى من انصار المناخ و و و وعمل كل ما بتقول عليه الاتفاقية. اذا اتفق العالم واستمر في اتفاقه ونفذه هيحصل الامل ان احنا في سنة 50 ما نوصلش لزيرو، ومش هيوصل لزيرو سنة 50 ده رأيي، هيبقى اقل بكتير من الوضع الحالي، هيبقى احسن بس مش زيرو. اذا لقينا ان دول راحت خارجه ما صرفتش وما التزمتش بالاتفاق هيبقى الكلام ده مش هيحصل. البرامتر المهم اللي بيضغط على كل العالم ان في كوارث هتحصل لو لم يتم الاتفاق او لو لم يتم تنفيذ الاتفاق. فهنا المصالح الانيه لكل دوله بتلعب دور، العوامل الاقتصاديه والسياسيه لكل دوله بتلعب دور. لكن اقدر اقول لك لو ما حصلش اتفاق وما تنفذش هيبقى في مشاكل للعالم. المشكله هتكون كبيره هتضر كل الناس، فاحنا مضطرين الى حد كبير ان احنا نتفق. هياخد وقت وهياخد مماطله، وممكن سنه 50 تبقى 55، بس لو اتحققت 55 يبقى كويس قوي. فانا اتوقع انه يحدث بس مش بالسهوله والنعومة وعدم المشاكل اللي احنا بنتصوره، لا هيبقى فيه دايما مشاكل، ولكن هيحصل لانه ما عندكش بديل. لو لم تتفق هتواجه العالم كوارث يعني. تمام يا باشمهندس اللي سألتني؟ تمام يا دكتور. تمام. انا عايز اقول لكم لما كنت بتكلم على كيوتو اجريمنت، الدول اللي استفادت وخدت فلوس من الاتفاقية دي كتيرة، منها مصر. فكنا بنعمل حاجة، كنا بنقدم وبناخد وارقام ال70 وال100 مليون دولار دعم للمشروع عشان انت هتستخدم وسيلة كويسة يعني. تمام يا باشمهندس. تمام يا دكتور. طب هو الفلوس دي مين اللي بيدفعها؟ يعني انا مفروض كمصر رحت قدمت فين او اللي هيديني الفلوس دي؟ اقول لك احنا كدولة بتعمل محطة كهرباء مثلا، بنعمل محطة سيدي كرير، بنقول لو حرقنا بترول هنحرق 2 مليون طن، هنولد ثاني اكسيد الكربون 2 مليون طن، لو حرقت غاز طبيعي هخليهم نص مليون، يبقى انا وفرت 1.5 مليون. بنقدم للبنك الدولي اللي عنده ميزانية وردتها له بعض الدول الغنية لدعم المبادرة دي. فهذه الاتفاقية بنروح مقدمين ونروح ناخدين الايه؟ الفلوس. ده من المونيتورنج فاند بتاع الايه؟ الانترناشونال بانك يعني. بس
تمام. ودول تانية غيرنا كمان مش احنا بس يعني. تمام تمام شكرا يا دكتور. عفوا، حد عايز مني حاجة؟ أشوفكم يوم الخميس الجاي الساعة 12:30. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.